سيكون بايرن ميونخ على موعد مع موقعة نارية حينما يستضيف لايبزيج في المرحلة 33 وقبل الأخيرة من الدوري الألماني. البافاري يسعي إلى حسم لقب البوندسليغا 11 على التوالي، يبدأ اللقاء سعيا لمواصلة صحوته وتحقيق فوزه الرابع تواليا والحادي والعشرين هذا الموسم لتعزيز صدارته أمام مطارده المباشر وغريمه بروسيا دورتموند. ويعتلي العملاق البافاري الترتيب برصيد 68 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام أسود الفيستيفاليا الذين سيلاقون في الأسبوع نفسه فريق أوغسبورغ. حامل اللقب الذي أكرم وفادة ضيفه تشالكا بنصف دستة أهداف نظيفة في المرحلة الماضية لن تكون مهمته بالسهلة أمام لايبزيج الذي ضرب بدوره بقوة في مبارياته الثلاث الأخيرة بالعلامة الكاملة، ومن المرجح أن يستعيد الفريق خدمات حارس مرماه المجري المخضرم بيتر جولاتشي بعد غياب استمر 7 أشهر بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي تعرض لها في أكتوبر الماضي ضد سيلتيك الاسكتلندي في دوري أبطال أوروبا. ويدرك الضيوف حتمية خطف النقاط الثلاث من أجل الاقتراب خطوة جديدة من إنهاء الموسم في أحد المراكز المؤهلة إلى مسابقة دوري الأبطال خلال الموسم المقبل. ويحتل لايبزيج المركز الثالث برصيد 60 نقطة بفارق 4 نقاط فقط عن فرايبورغ الخامس. تاريخيا يسعى لايبزيج إلى فك عقدته أمام فريق العاصمة حيث لم يفز عليه سوى مرة واحدة كانت في مارس 2018.